مولاي هو يوسف بدا بصدق، كان رسالته في هو كان فرقته، كان رسالته في الفرقه كلها ان هو يوصل السلام والحب في رسول الله وفي الله على طريق او اساس تركي، بشكل تركي اللي هو الشكل المصداقي، ويوصل الحاله النفسويه للمتفرج او للمشاهد اللي قدامه، يدخل معاه في الحاله دي ويبقى الحاله بتاعته توصل لحب الله قوي زي ما هو وصل. اكتر الاماكن اقبالا ديني الحسين في الغورية في قصر الربع، فهو احنا عاملين ده، ولما بنيجي نعمل الايفنت فكله متوقع ان هو هيجي على هنا في فرقه فلان او فرقه انشاد في حب الله رسالتها السلام في المكان الفلاني، مكان اثري، مكان فيه ارابيسك، شغال على الطريقه الاسلاميه العثمانيه وهكذا، فهو الناس هتحب الشكل العام والشكل المضمون بتاع الفرقه. الرسالة اللي احنا بنحاول نوصلها حب الله، ذكر الله، تقرب من ربنا، تقرب من الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، والسلام الداخلي، واحنا شغالين نفسنا عشان نوصل ده، السلام الداخلي للإنسان نفسه، النفسية المرتاحة، ازاي اكون مرتاح نفسيا مع القرب مع ربنا، فأنا نفسي هبقى مرتاح، اللي قدامي هيبقى مرتاح، هيبقى مصدق اللي أنا بعمله، فأنا هنبقى مرتاحين. فهو رسالتنا في الفرقة السلام من الجو الداخلي والسلام في حب الله. Psst, psst.